في يوم الانتخابات إن شاء الله أن تخرجوا جميعا، ويكون يوم زحف ويوم حشد لرد الجميل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا هنتعب في 3 أيام، ولكن هنرتاح 6 سنين في أمن وأمان. احنا أكتر ناس في هذه المحافظة جربنا عدم الأمن زي كنا موجودين في الفترات السابقة، ولكن احنا حاليا الحمد لله نعيش في أمن وأمان. أصبح لدينا الآن 92 جامعة ما بين 28 جامعة حكومية و20 جامعة أهلية و27 جامعة تكنولوجية، بعد أن كان عدد الجامعات 49 جامعة فقط في عام 2014. لن نفرط في سيناء ولن نترك غزة وحدها، لن نفرط في سيناء ولن نترك غزة وحدها. السادة الحضور ودعمكم الواضح لاستكمال مسيرة التنمية خلفا لقيادة سياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا نؤيد تأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة إن شاء الله. لقد قاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه الشعب المصري العظيم ملحمة تاريخية من الإنجازات تكتب بحروف من ذهب على صفحات من نور. باسم سيدنا الأب قزمان أسقف شمال سيناء والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شمال سيناء، أن نؤكد على دعمنا وتأييدنا لترشيح فخامة الرئيس لأن يتولى قيادة هذه البلد لفترة قادمة.